احنا اليوم طلعتنا لانه في 25/7 من العام الماضي هو يوم اسود في تاريخ الاردن، لانه اعتقال المعلم واغلاق نقابته هو يوم اسود في تاريخ الدوله الاردنيه. فاحنا طالعين حتى ناكد على انه نحن لن نتخلى عن نقابه المعلمين ولن نترك نقابه المعلمين تذهب سدى، وسنبقى موجودين حتى عوده نقابه المعلمين ومجلسها الشرعي المنتخب وعودة الزملاء المحالين على الاستداء والتقاعد التعسفي وعودة الزملاء الموقوفين عن العمل وعودة كافة حقوق وقضايا المعلمين الموقوفة الآن حاليا. العام الماضي أنا زي هيك كنت الآن مغمض عيوني وموجود عند المدعي العام في قصر العدل، وكنت قاعد في زنزاني لحالي انفرادي معي 4-5 شرطة. الآن يجا عام كامل وما في أي حد لا حكى معنا بخصوص موضوعنا، ولا حكى بأي شيء بخص النقابة، ولا حكى بأي شيء بخص مثلاً حل أي ملف. إحنا إجينا وإحنا عارفين احتمال إنه نعتقل ونتوقف ويحطونا في المراكز الأمنية أو يحطونا في أي شيء محكمة أو كذا، ومع ذلك إجينا. فهاي أقوى رسالة إنه إحنا مستمرين، ما رح نتوقف إلا بعودة نقابة المعلمين لألقها. ما في إنسان بيسمع من ساكت، صاحب الحق هو قوي، فنحن أصحاب حق، معلمين أصحاب حق، فجئنا حتى نرفع الظلم عن الذين تم استداعهم من المعلمين وعن الذين تم تقاعدهم ظلما، يعني ظلما، فجئنا لرفع الظلم وجئنا مدافع. وأنا قلت لك لن يسمع أي أحد من ساكت، سنحاول ونبقى نحاول مهما تعرضنا ومهما تعرض المعلمون فنحن صامدون. إذا سمحت، إذا سمحت. هاي راح. طب خلص بدون تصوير. راحت عليك. اطفي الكاميرا. اطفيها.